الجديد مع شخصية مختلفة جدا، شخصية سياسية وأكاديمية من ناحية أخرى. ضيفنا الليلة الدكتور لام أكول مجاوير، القيادي بتحالف سوا، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية. مرحبا بك دكتور لام أكول. شكرا جزيلا ومرحبا بك ومرحبا بكل الأبناء وبنات جنوب السودان لهذه المناسبة. اوكي طيب قولوا عن نقطة حوارنا، نقطع فاصل إعلاني ونرجع. والله يمكن بعيد عن جوبا جسمانيا، ولكن أنا متفاعل مع جوبا في الأحداث وكل كل أمر يدور أمور سياسية، متابع يوم بيوم يمكن ساعة بساعة، ولذلك يعني ربما البعد الجسماني هو الحاصل. والسبب في ذلك طبعا إنه في جوبا لما مشينا بعد الاتفاقية كان تم تأجير فنادق لنا، وحصلت مشاكل بتاع دفعيات، تأخير في الدفعيات ومضايقات وقطع كهرباء وقطع انترنت وهكذا. وحتى انت ذاتك يوم كتبت لما انطردونا من الفندق اللي كنا فيه ومشينا لفندق آخر، هذه المضايقات طبعا أسرتها مع المسؤولين وأنا شايفة هي لم تجد الحل. فأنا بحاول أحل موضوع السكن عشان أمشي أسكن أقعد في جوبا نهائيا، لكن هذا يحتاج لوقت، ولذلك أنا في الخرطوم لأني لدي منزل هنا لا أحتاج إلى دفع إيجار. شكرا. طيب ما عندك ولا منزل في جوبا؟ خالص. ولا قطعة أرض؟ أنا دي قطعة أرض، لكن بديت أبني فيه في 2013، ولما حصلت مشاكل بتاع 2016 الجهات الأمنية بدأت تقطع بعض العامدة التي تمت قيامه بها، ولما رجع بديت تاني من الصفر ولا زال العمل جاري. أوكي. طيب كان ممكن تبحث عن خيارات تانية؟ زي شنو؟ ممكن تكون في جوبا، ممكن تأجر ويكون في جوبا ويكون قريب جدا من الحراك السياسي الخاص. أنا غريب، أنا قصة الغرب ده ما فيه كلام، أنا غريب عن الذي يحدث. جوبا الآن ما في ندوات سياسية، وحتى لما كنا هناك الاجتماعات بإذن من الأمن، لأنه بيتكلم عن الكوفيد وما كوفيد، ولذلك يعني ما فقدت شيء في غيابي في جوبا، لأن الحراك السياسي هي دائما في اللقاءات المباشرة مع جماهير وهكذا، واللقاءات مع أعضاء الحزب. إذا كانت هذه اللقاءات غير متوفرة، وطبعا المسمار جه فيه إنه ده كورونا، ولذلك أنا ما شاعر بأنه فقدت كثير في غيابي في جوبا.
طيب اوكي، هل اصبح خرطوم منبر الحراك السياسي؟ ابدا، انا حراكي سياسي مع جنوب السودان كما تعلم. ما في قضيه طرأت وما ما ابديت فيها راي او اتكلمت عنها. اوكي طيب، طوال الفتره اللي فاتت وانت بعيد من جنوب وحتى الان، تقييم شو الاتفاق السابق؟ ولا تقييمي طبعا هو انه الاتفاقيه التنفيذ يعني باللغه الدبلوماسيه التنفيذ بطيء، ولكن الواقع انه حتى الان لم ننفذ اي بند من بنود الفتره الانتقاليه. نحن ما زلنا في موضوعات ونشاطات الفتره ما قبل الانتقاليه. نحن الان نكون حكومات في المركز وفي الولايات. على مستوى المركز لم ننتهي من قيام المجلس التشريعي الانتقالي، لم نكون مجلس الولايات، لم نجيز قوانين الأمنية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، لم ننتهي بعد من تكوين الأجهزة التشريعية في الولايات. ولذلك الفترة الانتقالية حقيقة لم نبدأ في تنفيذ موضوع من هذه المواضيع. الموضوع الوحيد فقط الذي يعني تم الاهتمام به وأخيرا هو موضوع التشريع الذي يمهد لإجراءات أو ما يتوقع لتجهيز للدستور. ولكن هذا النشاط كان من المفترض أن يتم في خلال الأربع شهور الأولى، يعني كان المفروض يتم الاتفاق على هذا التشريع قبل يوم 22 يونيو 2020. أوكي طيب، لتقييمك الاتفاق باللغة الرواسية بنستخدم لغة مباشرة؟ مباشرة إنه ما في تنفيذ، ما في تنفيذ للاتفاقية. الناس مشغولة تكوين حكومات، وهذا النشاط كان من المفترض أن يتم في الفترة ما قبل الانتقالية. إذن نحن لم نبدأ في تنفيذ النشاطات المقرر لها الفترة الانتقالية. أوكي طيب، الاجتماع الأخير لمؤسسة الرئاسة، ما شايف أنه ممكن يبس؟ لا يا حزن، طبعا أنا ما لا أستطيع أن أحكم ماذا دار في داخل الاجتماع، ولكن نفهم ما صدر من الناطق الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة اللي هو وزير شؤون الرئاسة. قرأت هذا البيان أمس الأول، وحقيقة بيان يعني فيها تناقضات، فيها أربع قرارات. القرار الأول يتحدث عن ضرورة تخريج أو ضرورة هاي تخريج المجندين الموجودين في مراكز التدريب. والسطر الرابع يتحدث عن الثالث يتحدث عن ضرورة تمكين مؤسسة الرئاسة لكي تساعد في عملية اتفاق تنفيذ الاتفاق وتحقيق الوحدة. من الذي يمكن مؤسسة الرئاسة؟ وين التناقض هنا في تسلسل القضايا؟ التناقض في انه اول حاجه تتكلم عن انه في تاجيل لتخريج الشرطه. كان في شرطه المفروض يخرجوه في الايام اللي فاتت. طيب هذه الشرطه متى تم تجنيدها؟ الاتفاقيه تتحدث بوضوح بايقاف التجنيد لكل الاطراف. الماده 218 تتحدث عن انه بمجرد توقيع اتفاقية السلام تتوقف كل الاطراف من تجنيد اي وتدريب من تاخر تدريبهم، لان المتوقع انه هذه القوات تدمج وتوحد في قوة واحدة. فمتى تم تجنيد هذه القوة الذي كان من المفترض ان يتخرج؟ في نفس الوقت تتحدث عن تخريج القوات المدمجه. هذا تناقض، انت تجند بجاي وعايز تخرج، وبجاي تقول نحن دايرين نخرج
قوات المجمع في تناقض. كيف يكون تناقض وديل اوريدي خريج ديل طلنطين كليه بتاع شرطه؟ يا تو شرطه؟ شرطه جنوب السودان 200 جنادوم. كليه مفتوحه؟ لا مقفول حسب الاتفاقيه. لا اوكي دي دفاع. ها؟ دي دفاعتين حسب الاتفاقيه. لا المفروض تجيب لو في كان ناس مجندين وكده المفروض تجيب لان انت هتخرج شرطه موحده. الاتفاقيه واضحه لو دار قري لك النص بقري لك. اوكي طيب كثيرين بيروا انه البيان الاخير بتاع مؤسسه الرئاسه ده بدايه لخطوه جديده نحو تنفيذ الاتفاق. ليه انت بترى عكس كده؟ كثير من الناس بيروا انه الاتفاق ده الاول بيان صدر مؤسسه الرئاسه خطوه كويسه وخطوه ايجابيه نحو الامام. ليه أنت بترى العكس؟ على كيفهم طبعا، أنت لا تتوقع إنه الناس كلهم تتفق في تقييم لأي موضوع. يعني حتى تنفيذ الاتفاق الآن أنا عندي رأي وشخص آخر عنده رأي. ليه تتوقع إنه الناس تتفق في التقييم يعني؟ ليه تقييمي لهذا البيان إنه في 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 المقام الأول أنت تتحدث عن تخريج لقوة موحدة، في نفس الوقت تتحدث عن تخريج قوة خاصة. حرمت اي مجموعه ان تجند. يعني هسه لو قلت مثلا اي مجموعه من المعارضه تخرج شرطه او تخرج جيش، هل هذا مقبول؟ ما تقول برضه كان عنده كليه كان عنده كده، غير مقبول. فده تقييمي كده. لكن اذا كان الناس الثانيه بيفكروا ده خطوه ايجابيه من حقهم انه يقولوا كده برضه. لكن برضه ما من الطبيعي انك تقارن بين شرطه بتخرج المعارضه بين شرطه بتخرج الدوله. ما دوله عاديه. دي ما دوله عاديه، دي دوله فيها حرب. وهذه شرطه ممكن تستخدم في الحرب. صح ولا لا؟ ولذلك تم اتخاذ القرار بان يتم ايقاف اي تجنيد واي تدريب. وتم التوقيع من قبل الكل. كلنا وقعنا هذه الاتفاقية طواعية لأننا مقتنعين إنه ده الخط اللي بيقود الناس للسلام. فما في كلام عن مقارنة ولا عدم مقارنة، ده هذا موضوع متفق عليه. اوكي، طيب لسه مواصلين حوارنا مع الدكتور لام أكول، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم. سؤال جميل. أول حاجة نرجع ورا شوية إنه تحالف سوا قام كيف؟ لما مشينا للمفاوضات بتاعة السبابة كان كل حزب أو حركة تم دعوة له أو لها منفرد. مشينا المفاوضات منفردين في أكثر من 14 حزب سياسي كانوا موجودين في المفاوضات بالإضافة إلى المجتمع المدني بكل مكوناته. وأثناء التفاوض طبعا مشينا بفهم إنه المفاوضات لإحياء الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 2015. ولكن لما وصلنا هناك وجدنا أشياء مختلفة لا تتسق مع هذه الكلمة. هذا الكلام عن الإحياء معناه كل المواد اللي كانت موجودة في الاتفاقية فيما عدا ما يتطلب
تعديله لاحتضان القضايا الجديدة مفروض يكون متفق عليها. فوجدنا انه الوساطة ما كانت بالاستقلالية التي فرضناها، ولذلك لقينا أنفسنا موحدين في المواقف، المصائب بتجمع المصابين، ولقينا أنفسنا متفقين في المواقف كلنا بما في ذلك حتى لا يوم. فخلقنا حاجة اسمها مجموعة المعارضة، بنتقدم بموقف موحد عندما يتم طرح موضوع. ناس المفاوضات ما تأخروا كثير إنه يعني يأخذ وقت عشان يعرفوا التنظيمات تفكر كيف وعشان بعدها تدفع بمسودة بتاع اتفاق. ما تأخروا كثير، بسرعة قدموا مسودة سبتة بتاع اتفاق، ولاحظنا إنه هذه المسودة لصالح الحكومة. فده الخطوة الأولى، إنه كل المجموعات التي كانت تعارض الحكومة وجدت أنفسها في خندق واحد وتقدم مواقف موحدة. فأنا جاي فيه لأنه بدون ما تعرف إنه نحن جمعنا إيه ما هتعرف فرقنا شنو، كويس؟ فجمعنا هذه المواقف الموحدة، ولما آيو مرق مننا عندما دكتور ياك رسل رسالة لإيجاد إنه هو مستعد يكون نائب أول لسال فكير، فضلنا هذه المجموعة. وكان الأساس بتاع الميثاق الذي طرحناه لكي نجعل هذه المجموعة مجموعة لها وجود مقنن فيما بيننا على الأقل، فطورنا ميثاق، وهذا الميثاق كان الهادي لعملنا كسوى، وده جاء باسم سوى حتى الميثاق ده. أول مادة في الميثاق بيتكلم عن شروط العضوية، فشرط العضوية هو معارضة سياسات النظام الموجود في جوبا، ده أول شرط. ثم بعد ذلك يتحدث عن قضايا تبني المشروع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي معين. طيب نقفز بسرعة ونأتي لما حدث فيما بعد. فعندما تم التوقيع على الاتفاقية، الرئيس ألفا دعا كل المجموعات إلى لقاء في جوبا في 31 أكتوبر، سماه الاحتفال بالسلام، ومشينا كلنا. فبعض المجموعات لم ترجع من ذلك الاحتفال، بقيت في جوبا. وبعد ذلك حصل يعني تقارب يعني مريب ما بين هذه المجموعات مع الحكومة، تخلت عن المعارضة لسياسات الحكومة. مثلا الحديث عن الترتيبات الأمنية وعن 10 ولايات و28 ولايات كان مواقفنا موحدة واضحة، ولكن لما تم تأخير الفترة ما قبل الانتقالية أصبح موقفهم تماما موقف الحكومة، وكان مستعدين يدخلوا الحكومة بدون ترتيبات أمنية وبدون حل مشكلة 28 ولاية. إذن هذه المجموعات هي التي تخلت عن مبادئ سوى وعن ميثاق سوى، ولذلك لا يمكن أن تلوم من التزم بالاتفاق. نحن كأندية ظللنا ندافع عن مبادئ سوى التي هي إحداث التغيير وعدم الانصياع العامة للنظام في جوبا. أوكي، يعني طيب. ليه المجموعة تخلت عن مبادئ؟ ايوه هاتوا مجموعات كلها ما عدا انديم كلها. طيب اما الحديث عن ايو، ما عندنا اي تحالف مع ايو، ونحن ما عندنا سياساتنا مع سياسات الايو تختلف اختلاف جذري برضو، لكن وجدنا انفسنا مع ايو في مواقف مشتركه. مثلا
لما كان الاجتماع في 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 مواضيع بتاع مدى الفترة الانتقالية الأولى المدى الأول في مايو 2019 كنا في رأي واحد إن الفترة لازم تمد، والآخرين يقولوا لا لازم نكون حكومة. نفس الشيء حتى في المدى الثاني برضو كنا في موقف مشترك. لما جاء ناس المجلس الأمن في جوبا، القاعة كلها كانت مع إنه الحكومة تكون، وخاصة أن السفير جنوب أفريقيا والسفير أمريكا يتكلموا في ذلك الاتجاه. صوتين فقط هم الذين يتكلموا عن المد، هو NDM والSPLM-IO. هذه هي ما ممكن تسميه توافق على، ولكن ما في تحالف. أوكي طيب، في هذه القضايا برضو أنتم متفقين فيه مع SPLM-IO، في هذه القضايا ومواقف متفقين فيه مع SPLM-IO بخلاف المواقف القديمة كان على الوقت الراهن. الوقت الراهن برضو أنا أعتقد أنه فيما يختص بضرورة، أنا ما أعرف طبعا إذا كان هما بضرورة أنه الانتخابات تقوم في مواعيدها، برضو أنهم متفقين معه في ذلك. أوكي. أي. طيب قيام الانتخابات في مواعيده، هل NDM جاهز أن يقود الانتخابات؟ نحن جاهزين في الانتخابات في ديسمبر 2022، نحن جاهزين. أوكي. تكون جاهز كيف أنت لحد هسه ما كونت هياكل حتى على مستوى الولايات؟ أنت لحد هسه ما كونت هياكل الحزبية على مستوى الولايات؟ تكون يعني الهيكل بياخذ كم زمن؟ سنة واحدة كفاية إنك تعمل مؤتمرات قاعدية وتعمل مؤتمر عام، سنة واحدة كفاية. أوكي. يعني حتى نحن الآن في يونيو 2021، بالكثير يونيو 2022 ممكن تكون عملت الحاجات دي كلها، عندك لسه ست شهور عشان تخش انتخابات، ما بيصير بمنع. طيب لحد هسه في مناطق ما يعني حتى الآن ما حسوا بأنه في انتباك سلام؟ طبعا ما القضيه، عندنا قضيه هنا من زاويه اخرى نتكلم عن الالتزام. انت حاسس تتكلم عن اشياء ممكن تاجل الانتخابات، شيء اخر. ما صورت حتى الدول المستقره ممكن تطرح اشياء ممكن نخلي الناس تاجل الانتخابات، لكن هذا لا يمنع انه نخطط للوقت اللي احنا اتفقنا عليه. ده مش المشكله هسه هنا في مناطق، ليه ما حسب السلام؟ لانه ما في تطبيق، ما في إرادة سياسية لتطبيق السلام، وعدم الإرادة السياسية هو الاستمرار في السلطة، والاستمرار في السلطة لن يقف إلا بانتخابات. فأنت هتخش في خيار من الخيارات، حتى لو دخلت انتخابات يعني غير مكتملة أحسن مما إنك تستمر في وضع يعني بيستديم أو بيصب في مصب إنه نظام معين لا يريد أن يطبق الديمقراطية يستمر. يعني حتى نحن لما كنا نتكلم عن مدى الفترة الانتقالية كنا بنوازن بين شيئين، كنا بنوازن في أنه مدى الفترة يعني فترة أطول للحكومة، صح؟ ده كان نحن ولا نرغب في ذلك، ولكن برضو نتحدث أنه عدم مدى الفترة سينتج عنه نتائج بيخلي الاستمرار يعني أكثر وطأة على المواطن. ففضلنا الخيار الأول إنه لازم نمد عشان ندي فرصة لتطبيق الاتفاقية، لأنه تطبيق الاتفاقية بيجيب التغيير، بيجيب الاستقرار اللي بيخلي المواطن اللاجئ والنازح يرجع وبالتالي يخش في الانتخابات. فنحن ما بنتكلم عن أشياء ممكن تمنع قيام الانتخابات، لكن نتكلم عن قيام الانتخابات كمبدأ متفق عليه وكالحل الوحيد لتغيير النظام. ما في تغيير نظام ثاني الا بانتخابات. اوكي. ولذلك هتخش في خيارات صعبه. لكن انت ما شايف انه بالوضع ده النظام اللي انت بتسعى لتغييره انه ممكن يكون جاهز لانتخابات اكثر منك؟ خليه جاهز، ما عندي مشكله. وهل هتقول هل تترشح للرئاسه؟ طبعا لا، الرئاسه دي موضوع يعني نظري، لأنه الآن نتكلم عن دستور
وهذا الدستور سيناقش نظام الحب. نحن كانديم نحبس نظام الحكم البرلماني. الآخرون هم النفاذ الرئاسة، لكن هنا نحبس نظام الحكم البرلماني. إذا كان الناس اتفقت على نظام الحكم البرلماني ما في ترشيح للرئاسة. الرئيس ينتخب في داخل البرلمان، ورئيس الوزراء ينتخب في داخل البرلمان. فما ما ما حنتكلم عن ترشيح للرئاسة، نتكلم عن الترشيح في النظام الجديد الذي سيتفق عليه. أوكي، okay. في حالة إنه الانتخابات ما حتكون، شنو الخيار اللي بتروه مناسب؟ ما داري نسبق الحوادث طبعا، لسه عندنا أمل إنه بالضغوط وبمجهود المواطنين والتزامهم بإنه سلام ما في بديل له، وإنه الخيار الوحيد للسلام الآن هو هذه الاتفاقية، لسه نحن نثق بأنه في النهاية سنضغط على من لا يريد الانتخابات إنه الانتخابات تقوم. أوكي. طيب هل بترى إنه الاتفاق ده هيقود الناس لحد الانتخابات؟ لابد، وإلا يكون ما في. بنرى إنه لابد إنه الاتفاقية تقود الانتخابات، ما أصل ده الهدف. الهدف بتاع الاتفاقية هو قيام انتخابات بيدي الفرصة للمواطن في النهاية إنه يختار قيادته. ما الأصله ليه الانتخابات ما قامت؟ من عشان الحرب. لذلك هذه الاتفاقية من المفترض واحد تحقق السلام والاستقرار، ثم بعد ذلك الاتفاقية تسمح للمواطنين الجنوبيين أن يجلسوا لكي يتفقوا على الدستور الذي يحكمهم. وهذا أساس هذا الدستور تقوم انتخابات قبل 60 يوم من نهاية الفترة الانتقالية. ده الهدف من الاتفاقية، إنه لا بد أن تقود إلى عملية انتخابية يختار فيه المواطن، مواطن جنوب السودان من يحكمه. أوكي، طيب في ظل إنه بنتكلم عن ثنائية بتاعت التمديد وقيام الانتخابات في مواعيده، أوكي، كثير من الجهات الإقليمية والدولية بتفتكر إنه جنوب السودان ما مهيأ لقيام الانتخابات في التوقيت المحدد. هل الـ NDM ممكن يدعم خيار بتاع تمديد الفترة الانتقالية؟ هو تمديد ده، التمديد ما هو الهدف التمديد؟ أنت دائما إذا كان الشخص مجتهد كويس، إذا كان الشخص مجتهد ولكن الظروف لم تسعف بتفهم، ولذلك تتكلم عن التمديد. حتى في الفصل يعني الأستاذ لما يقيم طالب، الطالب اللي بتديه فرصة إنه مثلا يدي امتحانات بديلة أو يعيد الفصل، ده الشخص اللي أنت بتشوف إنه هذه الإعادة ممكن يحسن من مستواه ويكون له أداء أحسن. ولكن من لا يريد أن يدرس ولا يريد أن يتقدم يفصل، صح؟ ولذلك هذه الظروف اللي تتحدث عنها هي ظروف تم خلقها من الذين في السلطة، لأنهم لا يريدون الانتخابات، أو لا يريدون، على أحسن فرق، لا يريدون الانتخابات تقوم في مواعيدها. ولذلك أي حديث عن مد الفترة الانتخابية معناه يعني القبول بما تقدمه إليه. أيوة. دكتور، متى ستخرج الحركة الوطنية الديمقراطية من جلباب تحالف سوا؟ نحن خلقنا سوا، الآخرين خرجوا عن سوا عملياً، خرجوا عملياً من سوا، لن نخرج من سوا. طيب دكتور، أعلنت تأييدك للموقف الأخير من مجلس أيان الدينكا، شنو دوافع هذا التأييد؟ وطبعا موقفي كان ضد هذا المجلس هو إنه مجلس قبلي، من المفترض أن يكون مجلس اجتماعي. إذا كان يعني ما في معنى أن يكون يقوم أي مجلس قبلي يهتم بقضايا القبيلة، الوضع الاجتماعي، اللغة، التعليم، وهكذا، نشر الثقافة، هذا
يعني مقبول. ولكن هذا المجلس أصبح يعني جسم سياسي ينطق في قضايا سياسية كبيرة. والأغرب من كده إنه هم كلهم أعضاء في الحركة الشعبية في الحكومة ولهم تنظيم عنده أجهزة الممكن تتحدث نيابة عن التنظيم، ولكن هم يتحدثون نيابة عن الحركة الشعبية. هذا كان خلافي معهم، وقلت لهم في لقاء مباشر إنه ما يفعلونه غير مقبول، ويصدرون بيانات تدين آخرين ويؤيد بإطلاق آخرين. طيب ما دفعني لأنه يعني أشيد بموقفهم الأخير هو أول حاجة عملوا مراجعة لما حدث من قبل، ثانيا خرجوا بتحليل واضح للموقف وأوصوا بما يجب إتباعه لوصول لحل فيما يختص بقضية جنوب السودان. يمكن ما تتفق معهم، لكن هذه الأشياء هو لب الحوار السياسي المطلوب. إذا كان إذا تطرح قضايا قومية واضحة إذن فتحت باب للحوار، ومن هذا من هذه الزاوية أشدت بموقفهم على أساس إنهم الآن مستعدين يتحاور معهم. طيب لكن برضو يعني كموقف مناقض قلته إنه في جهات برضو مفتكر إنه الموقف الصدر منهم لا موقف انتهادي وما عنده علاقة بالواقع وخلافه. لا انتهازي من هذه الزاوية، يعني أنا أتوقع الانتهازي يكون لإرضاء السلطان. إذا كان بتطلع موقف يعني غير مقبول عندما في يده الأمر، كيف يكون موقف انتهازي؟ عايز يرضى مين يعني؟ عاوز يقرب المسافة بينه بينه وبين السلطة. لا كيف؟ لكن أنت لأنه كان في كلام كثير حول إنه ما هم يتكلموا عن إنه الرئيس يتنحى ورياق مشار يتنحى، فين التقارب؟ ما في تقارب هنا. لذلك من الصعب أنا أقول إنه ده موقف انتهازي، لكن يمكن أختلف معهم في بعض الاستنتاجات أو بعض الأمور التي توصلوا إليها، ولكن أرى أن هذا موقف وطني. عندما تتحدث عن قضايا وطنية وتضع يعني آراء محددة في كل موضوع، يتكلموا عن حقوق الإنسان، يتكلموا عن السلام، يتكلموا عن الاقتصاد، يتكلموا عن كل شيء، ده دايرينه. أنا كزول معارض أنا داير زول يناقشني في القضايا مش في الأشخاص، وعرفت من إنه خلاص بقى عنده موقف محدد الآن خارج عن عباءة الحركة الشعبية، وإذن ما عادوا يتحدثون نيابة عن الحركة الشعبية كما كانوا في البداية. إذن أنا بفتكر إنه ديل يستحقوا الناس يستمعوا لهم بغض النظر عن الماضي. طيب يعني هل الموقف ده ممكن يكون له مع بعضه؟ طبعا لازم يكون له مع بعضه، لأن أنت بتكون الآن الدائرة التي تتحدث عن التغيير وعن الإصلاح وعن ضرورة تمكين المواطن أصبحت يعني تتوسع مع بعض. اوكي. وماذا بخصوص الموقف الكولمي كقيادي بارز في الحركة؟ والله حديثه طبعا انا كنت مستغرب. انا استغرب من هذا الحديث لانه اول حاجة هو ما زال في النظام. كان محترمه اكثر اذا كان استغال من موقفه من موقعه التنفيذي الموجود فيه الآن، إذا استغال وبعد ذلك يتحدث عن الفشل. ولا يمكن أن تتحدث عن الفشل وإنت ما زلت جزء من النظام أو من الحكومة، وحقيقة مش جزء بس، هو
ظل في الحكومة منذ 2005 لم يخرج حتى الآن، فهو آخر من يتحدث عن فشل الحكومة وما زال موجود. الشيء الآخر هو الأسباب، في رأيي أسباب واهية جدا. إذا كان هو مستشار وكيف ينتظر كمان شهور ولا يستشار ومستمر؟ كان من المفترض أن يخرج منذ الشهر الأول إذا كان هو أصلا ما في استشارة مطلوبة منه، وأنا قاعد لشنو عشان أكون مستشار يعني. نمرة ثلاثة شخصنة الأمور، إنه الشخص المعين هو السبب في كذا كذا، برضو موضوع غير مقبول في قضايا كبيرة بهذا الشكل. ولذلك أنا كنت مقتنع إنه هذا هو جذب النظر فقط، بمجرد إنه الرئيس سيلتقي به ستنتهي، وفعلا انتهت يعني. طيب شنو الأجندة اللي يحمل لام أكول عندما يرجع إلى جوبا ويستقر؟ أنا موجود في جوبا زي ما قلت لك، أنا كتنظيم موجود في جوبا. الشيء الوحيد الآن كما ذكرت لك هو إنه الحراك اليومي المباشر مع جماهير، وده غير متوفر في جوبا. حتى الذين موجودين في جوبا الآن، أنت سمعت يوم زول عمل ندوة سياسية والعمل اجتماع يعني مكبر. الشيء الوحيد اللي اتعمل يوم هذا الاجتماع بتاع أيو، ما أعرف سمحوا لهم ليه وحيدين دون الآخرين، هم الذين سمحوا لهم أن يعملوا مؤتمر. وحتى الحزب الحاكم رسل الأمين العام في ذلك المؤتمر، ويبقى ده شيء متفق عليه. لكن الآخرين إذا كان داير اجتماع ساكت بتاع لجنة تنفيذية، لازم ألقى تصريح من الأمن إنه هل ده موافق لشروط كورونا ولا لا. فيعني على العموم أو الصورة العامة، إنه ما في مجال للحراك السياسي المباشر. عندما يأتي هذه الفرصة سأكون في جوبا، وطبعا بكون في هذا الوقت يكون وجدت حل لموضوع السكن. شنو حصل لنائبك؟ شنو حصل له؟ هو طبعا ذهب إلى جريدة الخرطوم أكتر جوبا مونيتر، وأعلن إنه يعني أزحني من السلطة، وأسباب اللي قالوا إنه أنا جيد الخرطوم وهكذا. وناس جوبا مونيتر اتصلوا عليه، قلت له والله وين فين بيان الصدر؟ وقال ما صدر بيان. انتوا طيب تصدقوا كيف قال اتكلم معنا وكذا؟ قلت خلاص لما تنشروا كلامه هنرد على ضوء ما نشرتوه. فلما نشروا كلامه فعلا الناس في جوبا ردوا عليه، قبل ما انا ارد عليه ردوا عليه على اساس انه ده كلام مختلق ولا يمت للحقيقة بالصلاح. أنا بعد ذلك سعيد معه كذلك، إنه أنت يا أخي ما في سبب خليك أمرك وحقه تستمر معنا، بس تعتذر لأنك أخذت خطوة غلط. إذا كان بديت بالشكوى داخل الأجهزة كان من السهل حل مشكلتك، لكن الآن أنت مشيت للإعلام، ومن باب أولى أن تعتذر لكي ننظر إلى مجديتك. رفض الاعتذار وفات لو الحرية يطلع طبعا زي ما كان الحرية يخش. طيب هل قبلت واستغلت؟ هل قبلت واستغلت؟ ما دانا فرصة أساسا إنه ما يستغل، وقال شالني هيستغل لمنه. طيب دكتور، ذكرت قبل فترة إنه في قوة سياسية جديدة داخل جوبا، في فرصة بتاعت تحالف سياسي معه مستقبلا، هل القوة دي لسه موجودة؟ متين ذكرت الكلام في حوار سابق؟ كويس بقول كده انه في حوار سابق، لانه هسه ما ذكر في حوار سابق. انا قلت يس في قوى سياسيه لها مصداقيه موجوده في جوبا وفي جنوب السودان ككل. وبالمناسبه نحن كNDM التحالف، تحالفات سياسيه مبدا اساسي. في ناس يعني اصابهم احباط لما حدث بالسوء، إنه نحن نجمع الناس
ثم تأتي ظروف تخدمهم ويخرجوا. قلنا لا، التحالفات عندنا مبدأ من المبادئ المهمة للعمل السياسي، لأنك إذا كان عايز توسع الدائرة بتاع الإصلاح لا تستطيع أن تعملها مفرد، لابد أنه يكون المظلة أشمل. وبنشير لنجاحات، يعني ليه تتكلم عن الفشل بتاع السوحة ولا تشير لنجاح بتاع التحالف الوطني الذي كنت رئيس لها لفترة منذ 2014 لحد ما خرجت 2016. ده كان تحالف ناجح جدا، يعني ما كان فيه ناس طلعوا وهكذا رغم الظروف الصعبة. تتذكر انه كان منعونا نمشي مفاوضات في أديس أبابا لأنه كان لنا رأي مخالف لرأي التنظيمين الكبيرين يعني. ولذلك يعني نسعى مع هذه القوة لكي نخلق تحالفات مستقبلية. التجارب بتاع الفشل تعلم الناس انك لازم تجود الاساليب بتاع التحالفات، ولازم تخلق يعني ضمانات اكثر. اوكي، وهل في اتصالات بينك وبين الجهاد؟ نعم. وصل لوين؟ نحن ماشيين، ما في يعني ما داير اذكر التفاصيل، لكن نحن ساعين اننا نصل لاتفاق قريب. أوكي. قبل إجازة الدستور حتى. أوكي، هل حيحدث ضجة؟ اللي بيعملوا ضجة هم اللي بقرروا طبعاً، مش نحن. يعني نحن نتوقع نعمل هذا التحالف. ما ينتج عنه ده متروك لكل شخص. أوكي، شكراً دكتور لام أكول القيادي بتحالف سوا، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية. شكراً مستمعينا للمشاهدة، ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف.